مرحبا بك. عسلامة. مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. قبل ما نروح، هي مواطن تونسي كما المواطنين التوانسة. باش نحكيو اليوم على موضوع تي ال اس كونتاكت فيما يخص التجنب الضريبي. والله يا تي ال اس كونتاكت في بالي بها مش قاعدة تخلص في الضرائب، واضح تعمل في الأرباح، فما يمكن في العام يمكن 10 مليارات. وما فهمتش أنا الدولة ويني ويني وزارة الخارجية، يعني عايشين فيها فساد. ديما نقولها حكيتها برشا مرات، السيد هذايا يحكم بأحكامه، أصله يهودي، هو فرنساوي يهودي يعيش في ميامي في أمريكا، قاعد يتحيل على الشعب التونسي، ولا خبر لي من ينادي تحكينا ألف مرة. ما فهمتش وين رئاسة الجمهورية، وين سيد الرئيس الجمهورية اللي عطينا فيه الثقة، وين وزارة الخارجية. الشعب قاعد يعاني، لكن تشوف فيه الشعب كي ما يلقاش حتى طريق يولي يحرق. انت كدولة كنت تخلص في الضرائب هذه، تخلصها لتيليس كونتاكت 10 مليارات في العام، ما تستحقش في فرنسا باش تعاونك من الكيران اللي كيران اللي سقات اللي بعتينها لها من فرنسا. قال لك شنو اعانات؟ انت كنت تخلصني انا كنت كفرنسا كنت تخلصني في الاداءات في ال 10 مليارات في العام، ما يجيبوا لي 1000 كار في كار، 1000 بيس في بيس، يعني جدد ما يجيبوليش هكاك كيران يجيبولهم لي مضروبه. قال لي شنو فرنسا عاونتك؟ واضح؟ في سنة عندي معلومة اللي هي في سنة 2019 تجاوزت الأرباح التي حققتها تي ال اس تونس عتبة 8 ملايين دينار قبل أن يتم تحويل الأرباح إلى الخارج لكسمبورغ المعروفة بنظامها الجبائي. هي معروفة، كنت تدخل، سامحني، تدخل الفلوس اللي خرجوا فيها الأرباح اللي خرجوا فيها تدخل بنك سنترال. هذه الوحيدة اللي فساد مالي كبير، هذه الوحيدة ما يتحاسبوش. علاش ما يتحاسبش السيدة ضايا؟ علاش سامحني، علاش ما يتحاسبش السيد هذايا الفرنساوي اللي اصله يهودي يعيش في ميامي في امريكا؟ ماهوش يخلص في الاداءات. انت برا ادخل بنك سنترال وقول له اعطيني الارباح اللي خلص. ما ثم لا حاسب اللي منه ينادي شوفوا كان سامحني كان ثماش تونسي وعنده فساد كذا، شوف هذا يهودي عايش فيها. لا ازاها مستعمرين في كل حاجه مستعمرين. سامحني انا والله العظيم نشكر جماعه النيجر ونشكر لافارقه البرة السنغال والنيجر ونيجيريا وكلهم اللي صحتوا سفيره فرنسا. نحن تو سامحني يكذب عليك يقول لك تو اللي الدوله الوحيده هي تونس، التو مستعمرين فرنسا. ولا واحد عندها سامحني هاي المشكله وين؟ عندها ناس بيوعه، عندها ناس صبابه، عندها ناس كيما نقولوا ولاد هنا نبدوها كيما الشاهد هارب البرة وعكاشه ولاد شكونوا، وعندهم حتى اعلاميين لهنا صبابه متاع فرنسا. يعني انا ميتي الوحيده، والله ميتي الوحيده نستنى حتى ما نعرفش حتى بعد عمر طويل ماذا بيا، نعرفش ربي سبحانه وتعالى يهز هذه سفاره فرنسا والسفيري ديجاج كما سارت في النيجر. العلم انه تي ال اس الفرع نتاعها موجود من يوم 17 فيفري 2012. هي من وقتي اول ما سمحني بعد الثوره بعام. ما كانتش هذه موجوده، كانت قبل تصب لهنا في السفاره لهنا ديريكت، ما كانش الفساد هذايا. جاء واحد استغل الثوره مع كيما نقولوا مع الاحزاب، عمل كونتاكت مع الاحزاب ومشى عمل مقر في اللاك، لقى فيه ارباح. شنو الحل؟ قال لك نجموا نطوروا فيه. لقى يعني لا ازيه مش باعش من قصعه، مش يسمع كيما نقول لك باش نحلوا مقر في سوسه وفي صفاقس وفي بنزرت باش يزيد الفساد يزيد يطول اكثر. يعني ما دام سامحني ما دام ما عندكش شكون يحاسبه ما عندكش شكون يراقبه. يا يعني انت سامحني تو احنا ما نعبدوش، ريتهم تو التي ال اسات كلها نتاع المانيا نتاع فرنسا وكلها مسكرين. بتعرف انت كنت تعمل هاو نجيبوها بالاختار، انت صحفيه امشي للتي ال اس قول راني باش ناخذ موعد، ما ثماش حتى كنت تدخل على الانترنت ما ثماش موعد. يعني كان عندك شكون في تي ال اس تاخذ موعد بالفلوس، موعد 250 دينار ابار ال 400 دينار. ال 400 دينار هذيك حق كيما نقولوا حق الفيزا وحق الخدمات. و 250 دينار 250 دينار هذاك تحت الحيط تمشي تلقاش واحد في تي ال اس اللي هو رئيس مدير عام في بتاع تي ال اس في بالو بهم رئيس مدير عام، تمشي تلقاش واحد معرفه في تي ال اس وقول له بربي شوف لي دبر لي موعد من غير ما تعرف روحك بصحفي، تو دبر لك موعد 250 دينار. وتو كي تدخل على الواحد يقول لك مسكره، هي مسكره صحيح مسكره، اما يعطوا فيها بالمعارف، تاخذ تو موعد بالمعرفه. هذه يعني سيستم جديد نتاع تي ال اس، صحيح برا ادخل انت تو انت كصحفي ادخل قول ربي شنو ناخذ موعد. مثلا
لو 24 ولو 26 تبي تقول لك راهي مسكره تي ال اس، وهي بتمشي كيما نقولوا سامحني تمشي لغادي، امشي على اللاك وقول راني بمشي لواحد من العاون، قول له بربي نحب موعد يدبر لك، يقول لك تدفع 250 دينار، يعني هذا مش فساد؟ يعني ما نعرفش انا الدوله، ما نعرفش الدوله سامحني وين الدوله، راهو تتكلم الغدوه اللي بعد غدوه، لحد الان سامحني لازم مستعمرينا، لازم يحلبونا في الثروات نتاعنا، ما دام عندها صبابه، ما دام عندها خوانة لهنا، يا اخي انت سامحني برقيبه، باش نبداو من برقيبه، سامحني برقيبه راهو قبل كانت تمشي تطلع في البابور من بر تونس، تطلع في البابور بطاقه تعريف، ما كانتش هذه الفيزا، عمل معاهم اتفاقيه برقيبه عام 78 وعام 75 برقيبه كانت قبل ما تحب كيما نقولوا تحب نعمل معاك اتفاقيه، عمل معاهم اتفاقيه تخرج مثلا لفرنسا ما غير فيزا، واضح فرنسا ما غير فيزا، جا بعد برقيبه جا بن علي، جا بن علي كانت قبل مسهل الفيزا تاخذ فيزا امورك مليقله امور قانونيه، ما كانش التعطيل هذا ما كانش التحايل، جات من بعدها الاحزاب اللي حكمت عملوا وبيعة وشارية مع فرنسا يسهلوا، ما كانتش الشيء هذا، جاء سيد رئيس الجمهورية تو اللي توا سارت المشاكل، فيها سارت المشاكل كي هو قال لهم انا راني ما نحبش شكون يتدخل في شؤون تونس وما نحبش شكون يحكم فيها، هاو نعرقلوا لك من هنا، خلي شعبك يعني كما نقولوا بلغه اخرى نحقروا الشعب نتاعك، نذلوا الشعب نتاعك، نمصوا الدم الشعب نتاعك فلوس، نتحايلوا على الشعب وانتم اسكتوا، تو لحد الان سامحني هو فتح مكتب دي ال اس جاء بسبب انه القنصليه قالت انه عندنا برشا طلبات بتاع تاشيره ومعناها ولت برشا ضغوطات، يعني لهذا نفتحوا مكتب انه باش تتكفل التي ال اس توصل المطالب بتاع التاشيرات للقنصليه. والله سامحني شبيه قبل سامحني كنت تقول لي انت كسفاره قلت راهو ثم ضغوطات في يعني في 2012 2012 تقول لك السفاره نتاع لهنا السفاره نتاع فرنسا تقول لك راهي كثرت الطلبات على التاشيره وكثرت الطلبات كيما نقولوا الضغط كبير ياسر. اشبيه قبل في عهد سامحني عهد بورقيبه وعهد بن علي ما سارش الضغط، تو سار الضغط. يعني قلت لك انا استغلوا الثوره نتاع الثوره نتاع تونس استغلوها ولوا عملوا فرع باش يتحيلوا به، فرع باش يتحيلوا به يكذب عليك صدقني، وزيد يعطيكم ويقول لك موان كات موان ديس ما فيها حتى شيء. انا قلت لك شكيت حتى المحكمه لبرا ما فيهاش، راهو تلقى وتيرك خالص شونج كل شيء مريقل، شنو تحب سين اس اس تحب نوريك سين اس اس 27 سنه سين اس اس خدمه كل شيء مريقل، اعطيني شنو ثم بعض المواطنين اللي عندهم يعني شكون يعيش في فرنسا كي ياخذوا معناها رونديفو من غاديكا تكون سهله اكثر. لا ماهوش صحيح، ثم عباد عندهم فاميليات في فرنسا وبعثوا لهم زيرفاسيون من برا من فرنسا وكل شيء وما خذوش، قالوا لهم لا ما نعطوكمش ماهيش اموركم قانونيه، يعني ما لقاش ما ريتو ما لقاش يتسبب لك، يقول لك ثم موان كات موان ديس كل تحيل راهو ريتو سفاره فرنسا اكبر ناس متحيله هي سفاره فرنسا والتي ال اس رئيس المدير العام راهو سامحني يدي الشعب فد منهم راهو ما فهمتش، وشكون يحكم شكون ياخذ قرار ما ثماش، انا نتمنى على ربي سبحانه وتعالى والله نتمنى على ربي جي يمحاها خلي تهز معاها سفاره فرنسا وتهز عليها كل شيء، ما دام ما ثمش شكون ياخذ لنا حقنا الشعب التونسي. وشكرا. شكرا.